طلعت واحد خاين يا رهاب. إيه؟ خاين. أنا واحد خاين وبعترف غلطت وقتها، بس أكبر غلطة أنا غلطتها بحياتي كلها هي إني فكرت حالي صلمت مرة على أساس إنها منيحة، وأنا كنت مفكر إنه هي المرة حبابة كتير وكمان قلبه طيب. بس لا، لو إنه كنت بعرفك حقيقتك من زمان وبينت بهذا اليوم فعلى القليلة وقتها أنا ما كنت ندمت على خيانتي لإلك مع كل الناس. ولو أنا كنت بعرف وقتها إنه أنت مالك إنسانة وإنك شريرة لكنت نهيت الارتباط يلي بيناتنا من زمان. كنت طلقتك بالأول يا الله، وبعدين رحت تزوجت لقول ناس. قلت لي كنت طلقتني؟ شو عم تخبص يا رهاد؟ هاي الحقيقة، ولهيك أنا صرت الغلطان بهالقصة، لأنه بهداك الوقت أنا ما تجرأت إنه طلقك وارتاح منك. كنت ضعيف، يا ريت قدرت طلقك هداك الوقت وريحك، على القليلة ما كنت اضطريتي تتحملي مرة تانية، وقولناز هي ما كانت صارت مرتي التانية. لو اني حررتك من هالزواج بوقتها ما كنت اضطريتي تتحملي الظلم والعذاب كل هالعمر، وقول ناس كانت اخذت حقها عن جده على اكمل وجه. يا ريتني ما سكنتكن انتو التنتين تحت سقف واحد وقتها، ما كنتو تعاونتو هلأ وخططتو لهالمؤامرات البشعة. حيدر يا ابني، انت بحقلك تكرهني بسبب الغلطة اللي غلطتها، والناس بحقلن يقولوا انه ولادي عم يدفعوا تمن الغلطة اللي غلطها ابوهن. لو اني ما تزوجت مرتين فحتى انت ما كنت عم تتعذب هالعذاب هاد يا ابني. ايه انت عم تتعاقب على غلطتي انا يا حيدر. قصدي بما اني بحياتي ما حبيتها لامك كان لازم طلقها وريحها من هالعذاب، وما كان لازم اجبرها تسكن معها بنفس البيت. انا غلطت غلطة كتير كبيرة، كبيرة يا ابني. ابي بابا خلص أبي، تعال معي. عم أهلك ابني. أنا كنت نهيت الارتباط يلي بيناتنا من زمان، كنت طلقتك بالأول. لو أنا حررتك من هذا الزواج وقتها ما كنت اضطريتي تتحملي الظلم والعذاب كل العمر. دعاء سرقت مني كل شي وما تركت لي شي، هي سرقت مني كل حياتي. رهات بحياته ما كان قريب مني، بس هي اللي زادت البعد بيناتنا، وهلأ عم يندم على الاهتمام اللي كان يعطيني اياه. وهو قال لي اليوم انه يا ريت طلقني من زمان،
كلكن بتعرفوا حيدر كان بده يطلق دعاء، ومشان هيك هي رجعت لتدمر حياتي. هي اجت لهون لحتى تبعد عائلتي عني، لهيك رجعت لهون. انا بعرف حركاتك الخبيثة منيح، بعرف انك اجيتي تدمريني ولحتى تخربي لي حياتي. على أساس أنت طلعتي من بيتي، فليش رجعتي؟ أنا بعرف ليش رجعتي، رجعتي لهون لتقلبي الكل ضدي وتخليهم يكرهوني. بس أنا ما رح أسكت لك، اليوم ما رح تنفدي، رح أقلعك من هون وأخلص منك، لأنه أنا رح أقتلك وأخلص منك بقى. نهايتك اليوم رح تكون على إيدي، فهمتي؟ ما حدا رح يتدخل. أمي هنا 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 هنا، حدا يقرب مني. خليني هنا شبك. لا أمي بعدي، طولي بالك بعدو عني. يا أمي هدي، ما بيصير هيك. يا هنا عملكم عدو. لا لا لا، اتركوني بعدو عني كلياتكم. هدي هنا لمنزلكم. هنا اترك السكين من ايدك. الكل بعدي عني شو بتعملوا. السكين رجعوا لورا كلياتكم. يا ارجعي بعدو حالك، ارجعي امي. يلا بعدو لا تكوني عليها. انا بدك تيجي هنا بعدو من طريقي. بعدو بعدو ملكون احسن من شلتك. امي لازم تموتي. امي دعاء دعاء. رجعي امي. مرة مجنونة. يا الله دعاء، هي عم تنزف كثير. دعاء بسرعة حدا يجيب لي الاسعافات الاولية. دعوا للدكتور. الله حدا بيكون يجيب لي بسرعة. يا الله عيدي هم بنتي، عيدي عدت عقلها على الاخر. شوفي شو عملت من شو هذا اللي عملتيه امي. انا كان لازم اعمل هذا الشيء من زمان كثير ابني. يلا تعوا امي عادي. يا الله شو صرك بنتي؟ يا ربي اعطيني تركها. لا شو عم تعملي؟ اعطيني لك. تركها. انت تاخرت كثير على تضميد الجروح. هنا شو صار لك انت؟ انت مانك بني ادمه، انت وحده مجرمه مجرمه. شو كنا رح نساوي لو صار لها شيء لدعاء؟ لو صار لها شيء عن جد كنت انبسطت، ما بيهمني. هنا اسكتي لا تسمعيني صوتك. شكلك ما عم تستوعبي شو اللي عم نحكي لك يا بنوب، لهيك رح اضطر اضربك مره ثانيه. راحت الحكي مع امي ما رح يفيد بشي، هي ما رح تفهم شي. رجاء وقف. خالتي اعطيني اياها. انا قلت لك ما في داعي يا حيدر. لا بلا في داعي. ايديك عم يرشفوا خالتي، لا تاكلي. عم اعطيني انا اللي رح اهتم بدعاء، رجاء اعطيني اياها. هالجرح غميق شوي بس لا تخافي، ما رح يصير لك شي.
أي حيدر رجع لحبيبته مرة تانية. بتمنى حيدر ما يرجع يحبها لدعاء من أول وجديد ويبطل يطلقها بعد اللي صار. سبحان الله. عن جد إنك كتير فظيعة دعاء. أول شيء قلبتي لزوجي ضدي، وهلأ ابني رجعتي تتحكمي فيه. شوفي كيف عم يهتم فيكي ابني ويضمد لك جراحك وبكل حب. شو ابني شكلك نسيت كيف هالبنت المخادعة عذبتها لأمك؟ نسيت كل شي عملته فيني؟ نسيت قديش قللت أدب معي؟ أمي مشان الله اسكتي بقى. ليش لا اسكت؟ شو المفروض أعمل إذا ابني عم بيدلل عدوتي ويهتم فيها قدام عيوني؟ أقعد من تم ساكت؟ هاي البنت نزعت سمعة عائلتنا وفضحتنا قدام الناس وانت بدك يعني اسكت؟ حلو يا حيدر، أثبتت للمرة الثانية إنك ما بتفكر بأي حدا غير مرتك وبس. شايفة إنه أنت مانك أكل هم أمك بالمرة، مالك قدران تشوف غير وجع مرتك وعذابها، أما وجع أمك وعذابها وجروحها طلعوا ما بيهموك بالمرة ومو فارقة معك حتى. بس هي ما أذتك، أنت اللي أذيتيها لدعاء. شو اللي كنتي عم تعمليه أمي؟ شو أنت كان بدك تقتليها لكنتك؟ وكان بدك تعمليلها إشهاد لكاينات وتقتلي ابنها؟ وهلأ أنت كان بدك تقتليها لدعاء وقدامنا كلنا. شو صار لك أمي؟ بس فهميني شو اللي صاير لك؟ وأبي معه حق، أنت ما عاد فرقتي بين الصح والغلط. شو أنت مو زوج خاين؟ معقول نسيت كل شي بهالسرعة؟ نسيت إنك كنت تكرهها من كل قلبك؟ نسيت إنك كنت تكرهها لدرجة إنك طلقتها وطالعتها من حياتك؟ هيك غيرت رأيك بسرعة؟ فوراً؟ بلحظة رحت قعدت جنبها وعم تهتم فيها كمان؟ فوق كل هاد عم تلوم أمك على اللي صار؟ بس أنا ماني عم لوم أمي على شي. أنا لمت مرة قلبها قاسي كتير مو أمي.